يعقد اليوم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران اجتماعا في موسكو لبحث الأزمة في سوريا والملف النووي الإيراني. وبحسب الخارجية الروسية فإن وزراء الدول الثلاثة سيناقشون التحضيرات للجولة التاسعة من مفاوضات أستانا حول سوريا المخطط إجراؤها في منتصف الشهر المقبل. وأضافت أن خبراء أعدوا وثيقة تعكس موقف الدول الضامنة الثلاث بما في ذلك مواصلة العمل المشترك على أعلى مستوى.